تزامنا مع مجريات التمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك السيف السريع 3، استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اليوم معالي وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة. تحتفل السلطنة اليوم باليوم الوطني لسلامة المرضى، وذلك بهدف نشر المعرفة والوعي بين مقدمي الرعاية الصحية في مجال سلامة المرضى والسلامة الدوائية. ابتكر فريق من كلية العلوم التطبيقية بصحار روبوت يمكن التحكم به عن بعد بواسطة تطبيق إلكتروني، وهو عبارة عن آلة ذكية تعمل على طلاء وكشط وتنظيف الجدران.